أظهر لكم صناديق المسابقة والأرقام وكذلك القيم الموجودة فيها، سواء كان هدايا أو سالب أو زائد أو أيا كانت اللي موجود فيها راح نظهرها لكم، ثم نبدأ مع المتسابقين واللعبة ونشوف من اللي راح يجمع القيم الموجودة. الصناديق الآن ظاهرة على الشاشة من 1 إلى 40، القيم كلها فيها موجودة عندي هنا. لا مو موجودة، زين. القيم كلها فيها. إن شاء الله المسابق راح أو المشاهد راح يصور القيم ويسجلها عنده، ونشوف مين اللي راح يجمع أكثر واحد يحصل على القيمة المالية، لأنه راح تخدمه كثير مو السبت القادم، السبت اللي بعده أول برايم راح يودعنا أحد المتسابقين الموجودين معنا في هذه اللعبة وهذه المسابقة وهذا البرنامج. نقول بسم الله وعلى بركة الله فارس القحطاني، عبد الرحمن الخضيري، محمد مكي، محمد الوهيبي، حياكم جميعا. اللي تبي اللي يريحك. السلام. مو شرط. بالأصح يمكن اللي يغامر المجموعة الأولى، المجموعة الثالثة والرابعة، هي خلاص الوضع مكشوف عنده نوعا ما. يعني كل واحد هي وفرصته. أسلم؟ أول طاعة بروسنا. لا لا، بإذن الله راح تفوزون. مثل ما أنتم عارفين لكل متسابق له سؤالين مع 3 خيارات، كل سؤال 30 ثانية، وكل سؤال فيه قيمة 20 ريال. إذا جاوبت إجابة صحيحة وإذا أخطيت مالك شيء. إذا جاوبت صح طبعا تلقائيا الخيار لك، تبي تفتح الصندوق ولا ما تبي تفتح الصندوق، عاد أنت وحظك اللي يجي فيه. نبارك لك، وإذا انخصم نقول إن شاء الله تعوضها في المرات القادمة. نقول بسم الله على بركة الله. وأيضا المعلومية، إذا مثلا فارس قحطاني سألنا وأخطأ في السؤال، القيمة هذا أو السؤال هذا ننتظر مين راح يسحبه مباشرة. وش في قلبك مسكك يا محمد؟ والله شوي حرقان. حرقان ها؟ شوي. ما تشوف شر إن شاء الله. نقول بسم الله على بركة الله. نستفتح مع فارس القحطاني الرقم. رقم 7. 7. أنت نفس الأسبوع الماضي اخترت 7 ولا لا؟ في ميزة الرقم 7 أنت عارف يعني؟ فيه. وش الميزة؟ أيام الأسبوع. أيام الأسبوع. السماوات والأرض. السماوات والأرض. يعني هذا كمل. هيثم الحين عمره 7 سنوات كمان صح؟ طيب نقول بسم الله على بركة الله رقم 7. نشوف السؤال وركز على السؤال اللي يطلع لك 30 ثانية، إذا انتهت مالك حق أنك تطالب بالسؤال وقيمته. يقول السؤال: ماذا يسمى السحاب الرقيق المنخفض كالندى، الديم، الضباب، الرهل؟ يلا. ماذا يسمى السحاب الرقيق المنخفض كالندى، الديم، الضباب، الرهل؟ 20 ثانية. تفضل. الضباب. انثبت على الضباب. الإجابة يا فارس القحطاني خاطئة. يعني مين يسحبه؟ مين يسحب؟ أنا. مكي ها؟ الديم. خطأ. الديم الإجابة خاطئة كذلك، وسمعوه اللون الأحمر هذا والصوت. الإجابة خاطئة. طيب خلونا نشوف الصندوق هذا وش فيه بالضبط. خلينا نشوف الصندوق وش فيه، وش راح يطلع فيه بالضبط. 7، القيمة اللي موجودة فيه 7 اللي كان راح تفتحها إذا كانت إجابة 40 ريال. برضو حلوة نوعا ما. كويسة. فارس ننتقل عبد الرحمن الخضيري ها؟ رقم من 1 إلى 40. 17. 17. نشوف السؤال وكذلك الإجابة، حتكون سريعة خلال 30 ثانية. أين تقع شلالات سادرلاند؟ أين تقع شلالات سادرلاند في فنزويلا، في نيوزيلندا، في أفغانستان؟ ها؟ يلا. خمسة عشر ثانية. فنزويلا. الإجابة يا عبد الرحمن الخضيري خاطئة. مين بيسحب السؤال؟ أنا سحبته خلاص. محمد الوهيبي. ها؟ نيوزيلندا. نيوزيلندا. الإجابة طبعا نفس لون عمك يا صحيحة. برافو برافو. 20 ريال لك الآن محمد الوهيبي. تفتح الصندوق. 17. ها؟ محمد وهيبي بس افتح المايك تبعك. وهيبي المايك افتح. اكيد مفتوح؟ لا ما كنت فاتحه، لكن اظني كنت جلست. جلست وطفك. يا سبحان الله. يا سلام. طيب هالبيبي.
طبعا عاد تكفي المايك في بسم الله الله نفتح يلا بسم الله بسم الله على بركه الله رقم 17 اللي جابها نيوزيلندا الدرجه اللي راح تطلع على 80 ريال يا سلام يا سلام مهبي حلو حلو المغامره ننتقل لمحمد المكي رقم 4 رقم 4 نشوف رقم 4 كم نعم الليلة صح معنا انت 80 مع 20 كم سال مجموع 100 ريال من نصيبك محمد الوهيبي نشوف محمد المكي رقم 4 السؤال وكذلك القيمة راح نكشفها بعد ما تجاوب على السؤال يقول السؤال كم تبلغ كمية الدم التي تمر في الكليتين كل دقيقة 1300 مليمتر 1500 1000 مليمتر شوية تركيز عند ما شاء الله عليك الأسبوع هذا شبعان شوية كم تبلغ كمية الدم التي تمر في الكليتين في الدقيقة الواحدة 1300 طيب الكليتين ها نعم 1300 انثبت انثبت الإجابة صحيحة وبرافو 20 ريال تستاهل طيب راح تفتح صندوق افتح باذن الله وخير ان شاء الله ترى راح يدمر يمكن كل شغلك الاسبوع هذا ما في مشكله وراح يضيف لك كمان كذلك ان شاء الله نفتح رقم 4 بسم الله وعلى بركه الله نشوف رقم 4 القيمه اللي فيه هديه هديه عندنا مجموعه ظروف وش الظرف اللي تختاره يبدا من اليمين تستاهل من اليمين اليمين هنا واليمينك انت يمين طيب يلا بسم الله ممكن ايه في 24 ساعة مخبز عندنا خروج كم؟ مخبز مخبز يا سلام هو المخبز طيب طبعا هو محمد مكي ما يستفيد من هذا لأنه المخبز هذا الأسبوع عنده تلقائيا اوريدي لا ما يحتاج خلاص اوريدي المخبز عنده ببلاش فجاء المخبز فما يستفيد عموما تستاهل لا إن شاء الله المرة الجاية حبيبنا محمد الوهيبي والله اي رقم هو اختار قبل شيء لا هو سؤال انقاذ اختار وانا اخذت 15 محمد الوهيبي من عمان اختار رقم 15 نشوف 15 شنو السؤال تبعه وكذلك القيمه الموجوده فيه اللي راح تضيف لك كثير باذن الله تعالى يقول السؤال في رسم المخ يعني ايضا في الطب يعني مهم جدا ان احنا ندركه من مخترع جهاز رسم المخ الكهربائي هل هو هانز برجر كريل هولت من مخترع بس لو ترجع مكانك جهاز رسم المخ الكهربائي عشر ثواني خمس ثواني كريل كريل الإجابة طبعا طراب هتسمعها إجابة خاطئة معوض إن شاء الله من عنده إجابة فارس عبد الرحمن الخضيري في واحد بيسحب السؤال ولا واحد بيسحب السؤال طيب نشوف الصندوق وش فيه بالضبط لأنه ما في أحد بيسحب السؤال طبعا الإجابة هانز برجر هي الإجابة صحيحة هانز لكن الصندوق 15 فيها 300 ريال أوه 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 300 ريال راحت عليكم المؤلف هانز برجر هي الإجابة 300 ريال حتى أنت لو غلط ترى ما راح يخصم عليك لا يا الوداع لا يا الوداع لا لا تجينا بالدفاع في 300 في سالفة 300 هذه عاد مش بيدي حطنا في الصناديق نشوف فارس قحطاني مرة ثانية أي رقم؟ 15 رقم 2 رقم 2 صندوق رقم 2 والسؤال برضو سهل أتمنى تجاوب عليه ما دام احنا عندنا الراعي اللي دخيل العود شيء يخص في العود لكن أيضا يقول السؤال ما هو أحب أنواع العود للرسول صلى الله عليه وسلم؟ القماري الصندل الهندي ها أحب أنواع العود للنبي عليه الصلاة والسلام 30 ثانية
15 ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، لكن هناك حب أنواع. 5 ثواني. الهندي. الهندي. إن ثبت الإجابة. خاطئة. راحت عليك يا فارس القحطاني. ها في عبد الرحمن تأخذ سؤال؟ أنا عادي؟ لا سؤال أنت راح عليك. لا لا, لا لا ما تبي تأخذه. طبعا جواب القمار هي الإجابة الصحيحة. نشوف الصندوق وش فيه بالضبط. لو رقم 2 القيمة اللي فيها 100 ريال. 100 ريال برضو كبير. عبد الرحمن راحت عليك خضيري. نشوف الحين السؤال عبد الرحمن خضيري. ها أو سالم 100 بلا صح؟ سالم 100 صح؟ سالم لا 100 100 موجب ولا سالم؟ 100. طيب الكنترول يقول سالم. عموما هي ما راحت لحد. عبد الرحمن خضيري 38. نشوف الصندوق رقم 38 راح نفتح بعد ما تجاوب على السؤال اجابه صحيحه او سؤال انقاذ ياخذ فارس القحطاني لانه هو عند الخيار الاخير بين المجموعه هذه. يقول السؤال سؤال يختص في النوم كثير واتمنى تجاوب عليه عبد الرحمن خضيري. معلومه كذلك مفيده. ما هو انت تعرف درجات النوم كنت سمعت فيها؟ ايه سمعت فيها؟ ايه. طيب ما هو الوسن؟ هل هو النوم ما سمع كل من حولك ام النوم الخفيف ام النوم الطويل؟ ها النوم وسمع من حولك. وسمع من حولك. هذه تشوف الاجابه الصحيحه. طبعا درجات النوم يمكن 3. النوم العميق اللي دائما يسمى نوم الاحلام حتى يمكن اللي حولك ما تسمع. اجابه خاطئه. راحت عليك يا عبد الرحمن الخضيري. فارس القحطاني يسحبه. النوم الخفيف. النوم الخفيف الإجابة الصحيحة وتستاهل برافو. طيب تفتح الصندوق. نفتح. تفتح الصندوق. ايوه افتح الصندوق. الله يستر. 38 من عبد الرحمن الخضيري لفارس القحطاني. القيمة سالب 50. الحمد لله يا لك الحمد. يلا سالب 50 يا فارس. ما عليه ما عليه كله منك. الهجر منهم. طيب الحين كان السؤال عندنا عبد الرحمن صح؟ ينتقل لمحمد مكي. 8 رقم 8. السؤال قد كلكم اخذتوه صح؟ ما عدا عبد الرحمن. باقي انت عبد الرحمن. سؤال رقم 8 محمد المكي يتمنى تجاوب عليه بشكل سريع 30 ثانية. ان شاء الله. انت قبل شوي اخذت درجة؟ 20 ريال. بس؟ ايه. والصندوق والهدية حمية. طلعت. طيب نشوف السؤال هذا اتمنى تجاوب عليه بشكل سريع. برضو في الرياضة، من هي أكثر دولة فازت ببطولة كأس الخليج لكرة القدم؟ هل هي السعودية أم العراق أم الكويت؟ محمد وهيب يقول عندي الجواب. تقوم على سؤال. والله مو ذي الحظ. ها؟ اسمي حظ. 10 ثواني. نقول الكويت. الكويت. طبعا قبل الإجابة السعودية أخذتها 3 مرات صح؟ وقطر كذلك. عمان كم أخذتها مرة؟ مرة. الكويت اخذتها 10 مرات. الاجابه صحيحه وتستاهل برافو. 20 ريال لك. نفتح بركه الله. جبت تميس. هذا تميس بالجمل. لو جبت تميس بالجمل يلا بسم الله. نشوف الحين رقم 8 محمد المكي. الصندوق فيه القيمه 50 ريال. 50 زائد 20 70 ريال من خلال هذا السؤال. 70 زائد 20. لا انا اتكلم عن السؤال هذا. أي. اللي راح راح. طيب نشوف محمد الوهيبي اخر سؤال لك. تطلع صناديق واختار الرقم اللي انت تشوفه مناسب. 15. رقم كم؟ 15. رقم 15. طبعا الحين شباب الصور اللي فيها اللي جاوب عليه نحط صورته مباشره. رقم 15 نشوف السؤال لمحمد الوهيبي. انا اخترنا خلاص. اخترته صح؟ معليش. زين. ها 20. 20. سؤال رقم 20 القيمة اللي فيها الجمهور راح يعرفها تماما. برضو في ماذا يسمونها الحشرات. الإنسان كم فيه مخ أول شيء؟ مخ واحد. ما في مخ ومخيخ. في مخ ومخيخ و اسمه ذاك. طيب يقول السؤال كم مخا لدودة القز؟ 11 8 6. دودة القز صغيرة ما شاء الله عنده 8 او 9 او 11. بس لا تحمل مكانك يا وهيبي. كم دوده للقز محمد الوهيبي؟
يعني الانسان طلعت ذكية. نعم اقوى طلعت ذكية. وش قاعد تسوي؟ بس هذا من عظم خلق الله. اربع ثواني، ثلاث ثواني، اثنين، ستة. ليش مستلبسها كذا انت لعبت حد ستة؟ مستصغرها حس تقول كانك تقول انا شفت فيها ست اضلاع. ست اضلاع كل ضلع والله يعني كل ضلع في مخ ممكن. عندك كم؟ ثمان. ثمانية. عبد الرحمن المفضيلي انت مستقصي من دوت قصد الدرجة. هذه اجابة خاطئة طبعا. 11 مخ كثير يا شيخ. 11 مخ والله كثير عليها. والله كثير. بس وش الصندوق؟ هي 11 مخ اللي في الصندوق شباب. راح بلغنا اذا في صندوق. يعطيكم الف عافية. في هدية طبعا يا عبد الرحمن الفضيلي. عموما ما حتستفيد منها كثير. هدية. هدية ان شاء الله.